أعلنت وزارة الزراعة وصول كميات التمور المصدرة خلال الشهرين الماضيين إلى حدود 130,000 طن. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أنه كميات التمور المصدرة إلى خارج العراق وصلت إلى 130,000 طن، وهذا كله دعما للاقتصاد الوطني. وأضاف أنه هذه الكميات من التمور صدرت خلال الشهرين الماضيين وبزيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال المواسم السابقة. يعني هاي السنة الحمد لله والشكر كمية المصدر من التمور العراقية هو 130,000 طن، وهذا زيادة وارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. يعني احنا ان شاء الله احنا كيف بالتأكيد يعني صادرات العراق مو فقط من التمور، التمور وبقية المحاصيل الزراعية الأخرى احنا اللي نبدي نصدر، مو فقط نستورد ونتحول إلى بلد استهلاكي يستهلك من هاي الدولة، يستهلك من ذيك الدولة وينطي فلوس مليارات الدولارات وملايين الدولارات مقابل هذا الاستيراد. أشو أرض زراعية عدنا، أشو مطر ما شاء الله سبحانه وتعالى، يعني دا ينعم علينا بالمطر بحيث قاعد نغرق والمي دا يوصل ويطوفنا بالبيوت، حتى سدودنا قاعدة تمتلئ إلى أقصى طاقة استيعابية. عدنا مطر، عدنا قاع، عدنا أرض صالحة للزراعة، إيش عندنا قاعد نستورد؟ ناس تقول نستورد نبق، ناس يقولون مستوردين مليونين دولار، مدري بشقد رقي وبطيخ، مستوردين لبن، مستوردين عرموط، مستوردين رمان ب 14 مليون دولار، شكو؟ شبينه؟ والله يعني ما عندنا رمان إحنا؟